السلام عليكم، يعطيكم العافية. بهذا الفيديو بدي أكمل عن التشيك بوكس. طالع لنا بروبرتي بتهمنا، حابين نحكي عنها، اللي هي تشيك ستيت، ونشوف شو الفرق بينها وبين التشيكت. تمام. هلأ في حالات كتير بتحتاج أنت أنه تعطي قيمة ثالثة للتشيك بوكس. يعني لاحظ هون، مثلا أنا هون عندي مجرد ما دخلت على هذا الفورم، أوكي، مبين عندي هون إنه هذا checked وهذا unchecked، تمام؟ إنه هذا true وهذا false، قيمة checked property هون true وهون false، ماشي؟ ما في عندي منها boolean property، ما فيها غير two values. فباجي أنا كيوزر مثلاً، لو كبست هيك صارت false، لو كبست هيك صارت true and that's it. طيب في حالات ممكن يكون في مثلاً let's say انت قاعد بتعبي فورم، على سبيل المثال بتعبي معلومات عنك، واحدة من هاي المعلومات let's say is married، اوكي؟ هل انت متزوج او لا؟ هلا مرات الماريتال ستيتس مش دائما الناس بحبوا يحكوها، يعني مش دائما، يعني it's a privacy issue، يعني مش شرط الناس يحكوا عنها، تمام؟ فبهاي الحالة لما تدخل انت على الفورم بتكون مثلا الماريتال ستيتس على سبيل المثال بتكون فاضية اولها، اوكي؟ هلا لو عملت تشيك معناها انه انت بتحكي عن حالك يو ار ماريد، اذا خليتها ان تشيك معناها يو ار نوت ماريد. طب لا، انت ما بدك تحدد، انت فعليا بدك تسيب هذا التشيك بوكس ان انسرد. يعني انا ما بدي احكي انا ترو اور فولس، بدي يكون هذا الفيلد بالذات او هذا التشيك بوكس غير محدد الاجابه، تمام؟ فكيف ممكن نعمل هذا الحكي واحنا ما عندنا غير هاي البروبرتي؟ هلا مبدئيا ما بنعرف فعليا غير هاي البروبرتي checked اللي تحتوي على two values true or false. عشان هيك في عنا بروبرتي تانية، اوكي، اسمها check state. خلينا نضيف check box جديدة عشان نطبق عليها هاي المعلومة، بلاش نخرب على فوق، اوكي، على اساس ارفع لكم ان شاء الله البروجكت كامل بكل التعديلات اللي عليه. هلا بدي احط هنا بتون. هلا هذا البتون حنعرف شو الفايده منه كمان شوي، اوكي. هذا البتون بدي اعطيه ليبل ريسيت، تمام. وهذه التشيك بوكس بدي اياها تكون زي ما حكينا قبل شوي، مثلا از مرد، تمام. هلا لما اعمل رن زي ما حكينا، لما اتفرج هيك لو تركتها زي ما هي، اي حدا بشوف الفورم هيك بفكر انه انا بحكي ان ام نوت ماريد، اوكي؟ لا، انا بدي احكي اتس انديترمينت، انا ما بدي احدد، تمام، ايش هي الماريتال ستيتس الخاصه فيه، تمام. فبهي الحاله شو بعمل؟ اوكي، انا في عندي تشيكت حتضلها موجوده، طبعا هي مش حتروح مكان، يعني هاي البروبرتي حتضلها موجوده، اوكي. لكن بهاي الحاله انا بقدر اعدل على بروبرتي اسمها تشيك state. اوكي، لاحظوا التشيك ستيت مش ترو فولس، شوفوا ايش هي البروبرتي اللي خلينا نحكي الداتا تايب للتشيك ستيت او الفاليوز الموجوده بالتشيك ستيت. في عندي unchecked, checked, indeterminate. طلعوا معي لما اغيرها، لو كانت unchecked زي ما هي، لاحظوا طبعا في علاقه هلا حنشوفها بين التشيك ستيت وبين التشيكت، اوكي. لما تكون التشيك ستيت unchecked زي ما انتم شايفين هيك، بتكون هاي فولس، ما في مشكلة. طيب لما اعملها checked بهذا الشكل، لاحظ بينت عندي هون checked، لاحظ شو صار عندي بالنسبة لهاي checked property، صارت true by default، مش انا تغيرت، هي الحالة تغيرت، اوكي، لانه مش منطق احط هون unchecked وهاي فولس، لا، هم التنتين لهم علاقة ببعض. بس ايش الفكرة؟ الفكرة انه check state اعطتني خيار ثالث اللي هو indeterminate. هلا ال indeterminate، خلينا نتفرج، هلا نركز على البروبرتي ويندو، اشوف لما انا اختار ال indeterminate شو حيصير عندي بالتشيك هون. طلعت true. طب تعالوا نشوف هون كيف شكلها طلع، شايفين كيف؟ هلا صار في جوا ما في الصح اللي احنا متعودين عليها اللي زي هاي، لا، بس صارت ايش؟ في مربع هون، تمام، مربع جوا المربعات، بس ببين، بيعطي يعني كبيهيفير ببين انه انت لسه ما اخترت، اوكي، انت لسه ما، انت كيوزر، اليوزر لسه ما حدد
is it true or false, is it checked or unchecked, indeterminate يعني غير محدد. طب ليش هاي checked، ليش هاي true؟ هلا الفكرة هون إيش؟ إنه طالما المربع هذا يحتوي على شكل معين، سواء كان شكل الصح أو المربع الأسود هذا الصغير، أو عندكم يمكن يطلع لونه أزرق حسب الفيرجن تشتغلوا عليه، تمام؟ سواء هاي أو هاي، بالحالتين المربع يحتوي على كلر معين، يحتوي على رمز معين، so it's true، يعتبر إنه true. لكن لما يكون المربع فاضي بتكون checked إلها إيش؟ بتكون false، تمام؟ فإذا هنا بهي الحالة أنا لو بدي هذا التشيك بوكس أعتمد فيه على موضوع بدي أضيف عليه البروبرتي الثالثة، أو بلاش البروبرتي الثالثة سوري، الفاليو الثالثة اللي هي الانديترمينت، ساعتها أنا بركز لما بدي أسأل عنه بركز على هاي البروبرتي اللي هي تشيك ستيت. إذا كان عندي التشيك بوكس بس بهمني فيه تو values اللي هم true or false، سيتا بشيك على checked، تمام؟ خلينا نشوف كيف بصير ال behavior عندي هنا. هيدا أعمل run، لاحظ هلأ ال user بيجي بتفرج بلاقي إنه في سؤال is married، are you married، okay. فأنا هنا طالما ما جاوبت معناها إيه؟ معناها أنا ما بدي أحدد، مش معروف لسه، تمام؟ هلأ لاحظ لما يجي ال user بده يعمل click، شوف شو حيصير. هلأ إحنا اتفقنا إنه هاي كانت بالنسبة للchecked property هاي تعتبر true، صح؟ فعشان هيك لما أعمل click أول مرة هو بغير قاعد على checked property، أرجعها إيش؟ false، تمام؟ فلو تركتها هيك معناها إني أنا بجاوب I'm not married، تمام؟ طب لو عملت هيك بكبس مرة تانية صارت checked، صارت checked true والcheck state صارت checked. فهلا هون أنا بحكي إنه I am married. طب نرجع نعمل uncheck، صارت false، true. طب أنا كيف بدي أرجعها لهديك الحالة؟ ما بترجع عن طريق اليوزر. اليوزر طالما إنه عمل كليك هون معناها he is trying to determine، هلا هو قاعد اليوزر بده يحدد is he married or not، تمام؟ فخلص ما في مجال يرجع يحددها أو يحكي إنه هاي is determined بس عن طريق الكليك. طب اوكي افرض انه غلط مثلا، اوكي هلا مش في عنا احنا عاده لما تدخل على اتسي على فورم بدك تعبي معلومات معينه مرات بيكون في كبسه ريست. الريست هاي شو بتعمل؟ بتفضي لك الفورم، اذا في تكست بوكس بتفضيه، صح؟ اذا في مثلا لتسي تكست بوكس في ديفولت فاليو بترجعه، يعني بتفضي الشغلات اللي كانت فاضيه اصلا وبترجع الديفولت فاليوز باختصار، تمام؟ فأنا عندي default value كان إيش؟ كان indeterminate. فالريست هلأ بدنا نشتغل عليها بحيث إنه اليوزر لو اضطر يرجع هاي ل indeterminate يكبس على الريست، لأنه بالكليك العادية مستحيل ترجع، خلص يا true يا false، هيشتغل هلأ على checked بس، تمام شباب؟ so شو بدنا نعمل بالريست؟ لاحظ هلأ أنا على الريست هون على هاي البتون، هلأ بدي أفعل الإيفنت هاندلر لهذا البتون، وبدي شو أعمل؟ بدي هاي هذا البتن شو يساوي؟ انه يرجع لي التشيك ستيت. هلا بدي اعدل على التشيك ستيت هي هاي، اوكي بدي اخلي ريست ترجعها تصير انديترمينت. هلا بنشوف مع بعض كيف حنعملها. فدبل كليك على الريست، اوكي طبعا هلا انا هلا على البتن، اوكي فانا شو اللي بدي اعدل عليه؟ بدي اعدل على التشيك state property على check box، هيو هذا عندي انا رقمه 5، اوكي فباجي هون بحكي له check box 5.check state. بدير بالي ان انا بدي اختار check state، checked هلا ما بتفيدني، انا بدي احط الحاله الثالثه، الفاليو الثالثه موجوده بالcheck state. بساوي لاحظ لحاله ساعدني ووقف لي على هذا الاسم هذا الكلاس، وفعليا enumeration زي بتتذكروا الكلر نفس كيف انا بشتغل على الكلر، بكتب اسم الكلر اسم الانيوميريشن، اوكي دوت، وبيعطيني كل الفاليوز المتاحه. نفس الفكره هون، اذا ما طلع لي هاي، اذا بالغلط مثلا انا طلعت منها او ما طلع لي هاي القائمه ونسيت انا شو الداتا تايب لهذه البروبرتي، اجين برجع بوقف عليها
ببين عندي هون انه البروبرتي لها تشيك ستيت، فانا بقدر اكتبها وبيطلع لي اياها مره ثانيه بالهيلب منيو هاي. فهاي تشيك ستيت دوت، لاحظ شو القيم اللي اعطاني اياها، هم بس الثلاث قيم اللي اصلا موجودين في البروبرتي ويندو، تشيكت انتشيكت وانديترمينت. انا شو بدي اعمل بالريست؟ بدي ارجع ديفولت فاليو اللي هي indeterminate and that's it. So انا ما بقدر، اليوزر ما بقدر على الكليك العاديه ان يرجع هاي الخاصيه او يرجع هاي الفاليو سوري عفوا، لكن عن طريق الريست هي كان دو ات. ليه؟ لاني انا بعملها او انا بكتبها ككود، تمام؟ بالكود بالرن تايم يس هي كان دو ات كبرمجه اوكي okay؟ لكن انه هو عن طريق الكليك على التشيك بوكس لا ما بتزبط. لو خلينا نعملها رن نشوف شو حيصير معنا. Again زي ما انتم شايفين هون is married حاليا indeterminate، كبس اول مره صارت uncheck، ثاني مره check خلاص مستحيل ترجع. لما اعمل reset هي رجعت undeterminate مره ثانيه، تمام؟ هاي بالنسبه للcheck boxes. هيك خلصت هذا الفيديو. الفيديو الجاي إن شاء الله بدنا نكمل على worksheet 5. بدنا نحكي عن الراديو buttons. برضو راديو buttons تستخدم لوضع عدة خيارات لليوزر يختار منها. إن شاء الله بالفيديو الجاي هنشوف الفرق بينها وبين الـ checkbox، إمتى بستخدم الراديو button وإمتى بستخدم الـ checkbox، تمام؟ يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.